رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ورأينا معا هذه الفقرات اللي دائما تكون مفعمة بالنجاح والطاقة الإيجابية، وهذه أيضا المعلومات اللي نرسلها للسادة المشاهدين. عندنا أيضا في البداية تقرير مع بعض، خلونا نشوف هذا التقرير اللي تحدث عن المسرح ومن ثم نعود لنتواصل وياكم، وعندنا بعض المداخلات الهاتفية المهمة المرتبطة بهذا التقرير، نشوفها ونرجع نتواصل معاكم ومع اتصالاتنا. بات استخدام السكوتر أو الدراجة الذكية شيئاً مألوفاً لدى أطفالنا وأبنائنا، وأصبح طبيعياً أن نجدهم يتجولون بها في الحدائق والمنتزهات، يحدوهم شعور غامر بالسعادة والرضا. وعلى الرغم من أهمية هذا الشعور الذي تسببه الآلة الذكية لأبنائنا وأطفالنا، فإن التساؤل الذي ينبغي طرحه الآن مفاده: هل فكرنا في الأخطار التي يمكن أن تلحقها سكوتر بمن يستخدمونها من الأطفال والأبناء ومن يحيط بهم؟ الحقيقة أن المشافي والمراكز الصحية تشهد من حين لآخر العديد من الإصابات، وبعضها خطيرة ناجمة عن استعمال سكوتر. وهذا معناه أن النعمة التي رآها بعض أبنائنا وأطفالنا نعمة تحولت لنقمة عند بعضهم الآخر من ذوي الحظ السيء، غير أن بعض خبراء شؤون المستهلكين يرون أن الآلة كغيرها من الأجهزة حيادية، وأن الضار والنافع هو طريقة استعمالنا لها، مشيرين إلى ضرورة استعمالها بعد تجارب وخبرات كافية لاعتيادها، بالإضافة لاستعمالها وفق المواصفات والخصائص التي صنعت لها، وأن ما يثار حولها من نقاشات وهواجس هي ذاتها التي أثيرت حول الدراجة الهوائية ثم النارية ثم سكوتر العادي، وكلها أصبحت من صلب حياتنا. فالعبرة على حد قولهم في نهاية المطاف بنا نحن البشر. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير. طبعا هذا التقرير يتحدث عن لعبة السكوتر المنتشرة في الآونة الأخيرة، واللي بدأ أطفالنا يحبونها ويميلون لها، ولكن ممكن أن تحمل طابع سلبي، ممكن أن تؤثر عليهم، ممكن أيضا على مستوى الصحة أن تكون مضرة. بعض المستشفيات كان عندهم تصريح بأن الحالات اللي تذهب إليهم بسبب هذا السكوتر الكهربائي ممكن أصبحت كثيرة. وأنا قبل فاصل قلت لنا عندي أيضا تقرير على المسرح، تقرير المسرح راح نشوفه بعد شوي، ومداخلاتنا الهاتفية المرتبطة بالجانب المسرحي أيضا راح نأخذها بعد شوي، ولكن وجب علينا أن نلتفت إلى هذا النوع من التقارير المهمة جدا. معي على الهاتف الأستاذ راشد سعد الهاجري، خبير شؤون حماية المستهلك ومحكم تجاري، حياك الله معنا على الهواء مباشرة في برنامج سلام الكويت. أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا لاستضافتنا. الله يسلمك. في البداية كنا نتحدث من خلال هذا التقرير عن السكوتر الكهربائي ومدى خطورة هذا المنتج اللي بدأ الأطفال يميل إليه والكل يحبه، ويعني أصبح منتشر بالآونة الأخيرة بشكل كبير جدا. كيف تنظرون إلى هذه اللعبة يعني باعتباركم خبراء شؤون في حماية المستهلك؟ الحقيقة أرحب بالجميع. والسكوتر لا شك أن له مساوى، وكأي آلة أخرى يعني لو نظرنا أن هناك إصابات، والكل يشتكي يعني الكثير يشتكي من إصابات من هذا الجهاز، إلا أن يبقى الخيار للمستهلك نفسه. يعني أنا مثلا أنا ما اشتريت لابني سكوتر يعني علشان أنا مودي المستشفى، أو أني أنا أشتري إذا كان ابني متدرب عليه وما يحصل له إصابة. أما واحد يشتري لابنه وهو يتعلم وينكسر ويودي المستشفى ويلوم الآلة، يبقى المستهلك هو العامل، هو الشخص لدي مساحة من الاختيار في هذا. أيضا نستطيع أن نقول بأن البقي أو السيارات اللي أنتم شايفين البايسيكل أو صحيح هذه ممكن لها خطورة كذلك، والسيارة لها خطورة، لكن السكوتر أظهر يعني حقيقة أن هناك إصابات كثيرة، ويمكن لوزارة الصحة إذا رأت أن هناك إصابات كثيرة وأن هذا يمثل خطر كبير على الأطفال أو مستخدمينه، أنها ترفع تقرير لوزارة التجارة والصناعة أو لمنع استيراد مثل هذه الآلات الخطرة على الأطفال
لكثر الإصابات الموجودة. نعم أستاذي الفاضل، يعني الآن أصبحت واضحة الخطورة في المجتمع من خلال الحالات اللي قاعد نشوفها بوزارة الصحة، ولربما وزارة الصحة حاولت أن تنشر بعض الإحصائيات المرتبطة بخطورة هذا المنتج. ألا يعني يمتلك أو ألا تمتلك جهة مختصة بالكويت وتحديدا حماية المستهلك منع هذا المنتج لتداوله في المجتمع، لأن كثير من الأطفال بدأوا يشترونه ويمارسون هوايتهم عليه من خلال يعني أيضا نشوفهم على البحر موجودين، في المنازل موجودين، داخل الصالة ممكن نستخدمه، وين دوركم في منع مثل هذه المنتجات واللي ممكن تكون خطيرة؟ أخي أنا لا أمثل وزارة التجارة والصناعة، نتكلم كخبير في شؤون حماية المستهلك. أنا أتكلم وأقول أن تستطيع وزارة الصحة كونها متلقي الإصابات والإحصائيات لديها أن تقوم برفع مذكرة أو كتاب لوزير التجارة والصناعة وكيل وزارة التجارة والصناعة بعدد الإصابات ورغبتها في أن تحد من هذه الإصابات ووقف استيراد هذا المنتج. نعم. راح تقوم وزارة التجارة والصناعة بوقف هذا المنتج ولمصلحة أبنائنا، لأن الكثير يشكو من أن أبناء أصبحوا في المستشفيات كثير يعني بإصابات هذا السكوتر. تمام، ما هي الاقتراحات لهذا المنتج يعني أستاذ راشد؟ هل هناك اقتراحات تم تقديمها يعني بحكم أنك أنت خبير بهذا الجانب وأيضا حماية المستهلك، اللي ممكن أنه طلع بعض الاقتراحات وتقدمها لأولياء الأمور للأهالي، أو حتى يكون هناك توعية نقدمها من خلال برنامجنا لهم؟ عفوا، إذا كان هذا الجهاز بهذه الخطورة وأن هناك أعداد كثيرة أصبح يمثل خطر على 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 فئة معينة اللي هم الأطفال، أنا أرى أن وزارة الصحة ترفع كتاب لوكيل وزارة التجارة والصناعة ومنعه، لأن أصبح هناك الكثير من الإصابات. نعم، هل هناك كلمة أخيرة تحب توصلها للسادة المشاهدين بموضوعنا اليوم اللي قاعد نتكلم عنه وهو السكوتر الكهربائي؟ حقيقة المسؤولية ستقع يعني لا شك على أولياء الأمور، لأن الطفل لا يعي ماذا يفعل، يعني يريد رغبة، يعني يذهب برغبة لمحاكاة الآخرين، إلا أن المسؤولية تقع على الوالدين، تقع على الأب، أنه ما ينصاع لهذا ويشتري سكوتر ويخلي ابنه يعني دراسة ويترك دراسته ويترك أمور كثيرة ومجرد الرغبة وينكسر ويودي المستشفى. نعم. يعني هذه المسؤولية يتحملها الوالدين. كل الشكر والتقدير لك أستاذ راشد سعد الهاجري، خبير شؤون حماية المستهلك ومحكم تجاري. مشاهدينا الكرام، شفنا مع بعض هذه الفقرة المهمة جدا، وكذلك أولياء الأمور اللي ممكن يتعاطف مع ولده أو بنته إذا قالت له والله أنا أبي السكوتر الكهربائي، إيش معنى مثلا ولد أخوي، ولا إيش معنى ولد خالتي، ولا بنت عمتي، ولا أهلي عندهم وأنا ما عندي. لا تنجرف إلى هذه العواطف، مصلحة الطفل وصحة الطفل وأحيانا المصلحة العامة تغلب المفروض على المشاعر، فخلنا نحكم مشاعرنا أحيانا، نبعدها عن الجانب العقلي ونشوف هل هذا مفيد، هل سيحقق للطفل فائدة أم أن كل أضرار. وقاعد نشوف مع بعض النتائج اللي طلعت من وزارة الصحة والمستشفيات التي تعج بهذه الحالات المرتبطة بالسكوتر الكهربائي. راح نروح فاصل صغير نرجع نتواصل معاكم من جديد. رجعنا مشاهدنا الكرام من بعد هذا الفاصل، مستمرين معاكم في برنامج سلام يا كويت. دائما ما نتحدث عن المسرح وعن الحركة المسرحية في الوطن العربي، واللي ابتدت تحديدا منذ زمن طويل وتحديدا في 1920 واللي انطلقت في مصر مع بداية الثورة الفرنسية، والتاريخ اللي بدأ ينطلق معها ويصاحبها وأنواع المسرح اللي عرفها التاريخ واللي ممكن الكل يميل لها. قبل قليل ممكن تحدثنا عن مسرح الطفل ودور المسرح في يعني تبني كثير من القضايا الاجتماعية، وهذه القضايا اللي ممكن أن تساهم في توعية المجتمع. أعطني مسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً، وأيضاً دور المسرح في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية. وقبل كان الإعلام يعتمد على المسرح، وكل المجتمعات في الماضي كانت تعتمد أيضاً على المسرح. اليوم نتحدث عن دورة المسرح العربي في الكويت 2016 مع الدكتور بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في مجلس الوطني للفنون والآداب. حياك الله معنا دكتور. حياك الله أخ محمد، يا مرحبا، شرفتنا اليوم وسعداء بالتواصل معك. واليوم نتكلم عن دورة المسرح العربي، ولكن في البداية دعنا نتحدث بشكل موجز عن جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي إذا ممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا أتقدم لتلفزيون الكويت على تسليط الضوء لظاهرة مهمة وتظاهرة يعني عربية كبيرة، وهو مهرجان المسرح العربي. كذلك نتقدم بالشكر الكبير حقيقة لمؤسس مهرجان المسرح العربي، هو سمو الشيخ سلطان محمد القاسمي، نعم، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. هو طبعا انطلقت فكرته في 2008 في تأسيس الهيئة العربية للمسرح، نعم، وبالتالي كانت أول دورة في 2009 بالقاهرة اللي هو أول مهرجان مسرح عربي قبل 7 سنين. اي نعم. وبالتالي أعطى حقيقة إضاءة مهمة لدور المسرح في المجتمعات، وهو يعني المسرح حقيقة كثير من المهتمين متخصصين فيه لهم أبعاد مختلفة ورؤية في دوره، وبالتالي تأثيره على هذه المجتمعات. منهم من أكد أن المسرح هو مرآة عاكسة لهذا المجتمع، منهم من أكد أن المسرح هو الأداة المهمة في تشخيص واقع معين، كذلك منهم من أكد أنه أداة لإحداث تغيير، وبالتالي هو حقيقة هو المعني في عرض ما يسمى بالفضاءات، نعم، وهو اللي يخرج حالة هالإبداع من خلال رواية أو قصة إلى عرض على خشبة مسرح، نعم، وبالتالي تخضع هذه الرؤية حقيقة لإبداع المخرج بالذات، لأنه هو اللي يتحكم في أداء الممثلين، في الإضاءة، في السينغرافيا، في الديكور، نعم، وبالتالي يعني هو اللي يخرج هذا العمل بهذا الإبداع المهم. هذه حقيقة التظاهرة المهمة، وهو مهرجان المسرح العربي أعطى حراك قوي خلال 7 سنوات الماضية، وبالتالي أصبح للمسرح تواجد كبير من خلال المحطات المتتالية من 2009 إحنا ب 2016 تطور طبعا. وكذلك الشعار اللي وضع مسرح جديد ومتجدد، وبالتالي هو يعرض هذه الإشراقات في كل سنة، نعم، من سنوات هذا المسرح. كذلك عرض لتجدد حالة من الإبداع اللي صيغ هذا المخرج في هذا العرض، وبالتالي هناك حالة من التلاقي كذلك، ومنبر لتلاقي هؤلاء المبدعين، وأعطى فرصة في تواجدهم في كل دولة، والكويت كانت يعني هي المضيفة لمهرجان المسرح العربي في دورته الثامنة. نعم، كيف احتضنت الكويت دورة المسرح في نسختها الثامنة، ودورة المسرح العربي اللي أثرت كما ذكرت وكان لها دور إيجابي في تطوير المسرح ونهضة المسرح، وخصوصا بعض النصوص المسرحية المرتبطة بالسينوغرافيا ومحاولة اكتمال هذه العناصر التي تقدم يعني للحضور وللمشاهدين حتى تصل القضية إليهم، فكيف احتضنت الكويت هذه الدورة الثامنة؟ طبعا هو المهرجان المسرح العربي ياخذ شقين، الشق اللي منوط مسؤوليته للهيئة العربية للمسرح اللي يقودها، نعم، الأخ إسماعيل عبد الله، نعم، والشق الثاني البلد المضيف، وبالتالي يضع الحقيقة الإطار العام والخطوط العريضة هي الهيئة العربية للمسرح، وبالتالي من خلال يعني وضعهم هذه الخطوط أكدوا أن في 2016 ستكون الدولة المضيفة للكويت، نعم، معروف الكويت يعني مدى تطور المسرح فيه من الثلاثينات إلى وجود الفرق المسرحية 1958 المسرح الشعبي، صحيح، 1960 الكويتي إلى 64 قبل، نعم، الخليج العربي، صحيح، وبالتالي يعني لها حقيقة عمق تاريخي، حركة رائدة، نعم، والعمالقة الفن الكويتي والخليجي اشتهروا بهذه الحركة المسرحية، اي نعم، وبالتالي كان امتداداته كبيرة في الوطن العربي يعني وعمقه، وكونت حقيقة لجنة عليا برئاستي، نعم، لوضع مناخ مناسب. يعني أنت تعرف أن سمعة الكويت مهمة بالنسبة لنا أن تستضيف مثل هذا المهرجان الكبير وهذه الجائزة القيمة اللي يقودها سمو الشيخ دكتور سلطان الغاسي، وبالتالي وضعنا جميع المسارح وهيئناها اللي هو مسرح عبد الحسين عبد الرضا ومسرح الدسمة ومسرح كيبان، نعم، بالنسبة لإقامة العروض المسرحية. كذلك هناك ورش
فنية يعني، أقدم حقيقة تحية لمؤسسات كانت داعمة لهذا التنظيم، هو المعهد العالي للفنون المسرحية كان له دور حقيقة، ونقابة الفنانين كذلك، وزارة الشباب وهيئة الشباب والرياضة، وبعض الفرق المسرحية. نعم. اللي كان اللي ساهمت يعني اللي ساهمت حقيقة في دعم. نعم. مثل هذا التوجه. طبعا ما نبي ننسى الدور الرائد للمسرح الكويتي يعني، وتحديدا المسارح اللي شاركت كلها، والمسرحية الكويتية اللي اشتهرت في بداية القرن الماضي، وتحديدا المسرحيات الأدبية، واللي البعض ممكن أخذ رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه من خلال هذه المسارح النموذجية، وأتحدث تحديدا يعني على هامانيا فرعون، ولا مسرحية علي جناح التبريزي، ولا أيضا ضحية بيت العز. هذه المسارح اللي تركت بصمة في العمل المسرحي، واللي ممكن أنه يستفيد منها أي شخص حاب أنه يتعلم المسرح، نظرا لوجود النص فيها، لوجود الممثلين فيها، العقدة والحبكة المسرحية فيها، الديكور، فارتبطت هذه العناصر حتى تظهر لنا سينوغرافيا المسرح التي دائما أتحدث عنها. ولكن يعني اليوم جاء الاحتضان، والكويت احتضنت الدورة الثامنة مقارنة بالدول العربية اللي أيضا لها حركة رائدة في مجال المسرح. كيف كان دور الكويت بالاحتضان؟ هل كان يعني بمثل ما احتضنت الدول الأخرى هذا المسرح، ولا كان هناك اختلاف؟ مثل ما قلت لك ان الحركة المسرحية في الكويت رائدة ولها عمق تاريخي ولها تواجد حقيقة في المختصين المهتمين في العالم العربي. تمام. وإعلام الكويت معروفين، عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وكثير من الشخصيات اللي لا يسعني ان اذكرهم في هذا الحلقة، وهم كثيرين ومعروفين. وبالتالي حقيقة كان اختيار الكويت في 2016 في الدورة الثانية كان مستحق، وكذلك للطبيعة والخصوصية للمجتمع. المسرح مثل ما قلنا هو أب الفنون، وبالتالي كذلك المناخ الديمقراطي والحريات اللي يتمتع فيها المجتمع ساهم كثير حقيقة في إبداع هؤلاء المهتمين في المسرح من ممثلين ومخرجين ومؤلفين وكثير. مثل ما هناك بنيان حقيقة للمهرجان، أحب أذكر قبل لا أدخل في التفاصيل الدقيقة للعروض اللي قدمتها الكويت. تمام. الركيزة الأولى هناك اليوم المسرح، هذا من أحد البنيان المهم اللي قدمه في الكويت الفنان الفلسطيني زيناتي قدسية. نعم. كذلك هناك عرضين مهم، العروض المتسابقة اللي هم 8 من ضمنهم صدى الصمت اللي هو عرض. نعم. الفائز، وكذلك عروض المشاركة في المهرجان، مشاركة لا تدخل في المسابقة. واضح. اللي هم 7 عروض الكويت قدمت، اللي هو مسرحية العرس عن طريق المعهد العالي للفنون المسرحية. نعم. أما العرض اللي دخل المنافسة هو عرض صدى الصمت المسرح الكويتي، وطبعا من إخراج المبدع حقيقة فيصل العميري. نعم. والفنانة التمثيل الفنانة سماح، فنان عبد الله التركماني. المنافسة حقيقة كانت قوية، وبالتالي نعرف المغرب العربي، أتكلم عن تونس والجزائر والمغرب، كان لهم عروض ضخمة ومخيفة أيضا ومنافسة. وبعدين يعني إحنا دائما نقول إن المشرع في إنه يكون جريء في الطرح دائما المسرح هو اللي له الشرعية أكثر من الكاتب أو. واضح واضح. وبالتالي كانوا حقيقة جريئين في الطرح، وبعض الجزئيات كانت يعني كان عندنا ملاحظات عليها احنا وقدمناها للاخوان في الهيئه. لكن مثل ما قلنا لا تستطيع امام المسرح، وبالتالي هذه الطروحات الجريئه والمهمه حقيقه. نعم. عرضوا كثير من القضايا هذه اليوم احنا نعيشها في عالمنا، مثل قضايا الاستبداد. واضح. كذلك قضايا الإرهاب، قضايا الحريات، الرأي الآخر تقبله أو عدم تقبله، المرأة كان لها نصيب حقيقة في مدى حالة من الاستبداد اللي يمارس عليها، وأنها ما تستطيع أخذ حقوق. يعني المشاكل والقضايا اللي يعيشها اليوم العالم العربي. طيب. دكتور، احنا أيضا عندنا تقرير يتحدث أيضا عن دورة المسرح العربي، هذا التقرير تم تصويره، لا بأس أن نعرضه للسادة المشاهدين، ومن ثم نعود لنتواصل وياك.
ليس جديدا أن نقول إن المسرح العربي بات يشكل أحد أهم الساحات الثقافية والإبداعية حراكا ونشاطا، مستفيدا في ذلك من حركة التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي باتت تقدمه جهات حكومية وخاصة عربية، وعلى رأسها ودون منافس جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، الذي جعل الجائزة محطة تنافس شديد بين الفرق المسرحية العربية المعتبرة، وتتجول بين العواصم العربية في دورة سنوية أصبحت مضرب المثل في الحراك المسرحي العربي كما ونوعا. ولئن احتضنت الكويت منذ أيام خلت فعاليات هذه الجائزة الثمينة، فإنه من الواجب علينا أن نتأمل جوانب الحدث المسرحي والمنافسة الحامية التي طغت عليه بين فرق مسرحية عربية وجدت في الجائزة وخشبة المسرح الكويتي فرصة ثمينة لصرخاتها الإبداعية على حد تعبير أحد المسرحيين المتخصصين. وثمة فسحة هنا أن نقف على اتجاهات المسرح العربي وموضوعاته وخصائصه من خلال هذا الحدث المسرحي الغني. رجعنا مشاهدينا الكرام من بعد هذا التقرير، متواصلين معاكم ومعانا الأستاذ والمخرج المسرحي والأستاذ كذلك في المعهد العالي للفنون المسرحية الأستاذ خالد أمين، حياك الله معنا على الهواء مباشرة في برنامج سلام كويت. مساك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم. أنا سعيد جدا أني أكون على قناتكم وأتكلم عن الأحداث المهمة اللي فعلا حاليا قاعدة تزهى فيها دولة الكويت، وتحديدا الأحداث الثقافية اللي قاعدة تصير. الله يسلمك، نتشرف فيك، نتشرف فيك أستاذ خالد أمين. يعني حضرتك ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية، أحد النجوم اللي دائما نفتخر بهم بالحركة الكويتية، يعني إن جئنا إلى الجانب التمثيلي أم الجانب المسرحي، واليوم يعني تم تكليفكم بمهمة ليست بسهلة، وهي أن مرتبطة بالمسرح، دورة المسرح العربي في الكويت بجانب الحفل الافتتاح والختام. ودي أتكلم عن هذه المهمة وكيف كانت، يعني وما بأنسى أن ضيفنا العزيز اللي موجود معنا بالاستديو الدكتور بدر الدويش. بدر الدويش، ونعم طبعا أنا أحيي الدكتور بدر الدويش تحية كبيرة جدا، وأجل هذا الرجل وأحترمه جدا، لأنه كان هو الرجل اللي خلفي يدعمني في الاحتفالية اللي هي احتفالية الافتتاح وختام مهرجان الهيئة العربية للمسرح، وهو داعم مهم للشباب، لا سيما طبعا إخواننا في المجلس الوطني للثقافة والفنون، على رأسهم طبعا الأستاذ مهندس علي اليوحى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون، أقول لهم كل احترام وتقدير. ولكن الدكتور بدر ما قصر، جزاه الله خير، لما اجتمعنا اجتماعنا الأول وبدأت أطرح خطتي تحديدا لاستقبال هؤلاء الضيوف والكم الهائل من الضيوف اللي كانوا العرب اللي راح يجون لدولة الكويت، راح يجون كضيوف لدولة الكويت، وكانت مسؤولية جدا كبيرة، خصوصا أن كان المهرجان تحديدا تحت رعاية سامية، هي رعاية صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله لنا، وهذه كانت مسؤولية ضخمة جدا أمامنا كلنا. فأول ما بدينا وتكلمنا وتكلم دكتور بدر وقال إن هذه مسؤولية جدا ضخمة على عاتقكم أنتم ككويتيين، أولا هم ضيوف في الكويت، وثانيا والمسألة الأهم اللي هي المهرجان هذا لا يقل أهمية عن المهرجانات العربية، وهو مهرجان جدا مهم في الدول العربية ولا مكانة كبيرة، خصوصا أنه هو يعني مهرجان الشيخ القاسمي الله يطول بعمره، والأهمية زادت أكثر لما صارت تحت رعاية سامية من سمو الأمير الله يحفظه ويطول بعمره بإذن الله. لذلك كانت أمام نصب عيننا أن إحنا نعمل احتفالية يكون فيها عنوانها كل شيء كويتي، ممكن إحنا نقدمه لجمهورنا العربي اللي راح يحضر من بداية دخولهم إلى الصالة إلين خروجهم بالنهاية، بعرض مهم جدا قدمناه من خلال اللي هي هنقول بانوراما
للأعمال المسرحية الكويتية ككل، عشان نبين لهم تاريخ الكويت المهم والعريق في المسرح، وأن المسرح هو برلمان مهم جدا نما بسواعد ناس مهمة جدا تعبت علشان تخلق رأي حر في هذا البلد. نعم، إذن وثقافة جدا عالية. نعم أستاذ خالد، يعني في الختام ودي أتكلم عن تقييمك للوفود التي جاءت للمشاركة بهذه النسخة الثامنة بالكويت، كيف تقيمها؟ يا طويل العمر، هذه مسألة. أولا، مهرجان الهيئة العربية للمسرح، مهرجان العربي للمسرح، هو مهرجان جدا مهم ما يتبنى من خلال لجان ثقافية اللي هو يعني ينتجها علشان تنتقي عروض خاصة للكويت ولأي دولة هم راح يمثل فيها المهرجان هذا. نعم، لأن المهرجان هو لحاكم من حكام الشارقة، يعني حاكم الشارقة تحديدا، لحاكم الشارقة، فهو حاكم من حكام الإمارات، فهو مش سهل بالنسبة لهم أنهم يقدمون عفوا أي عروض في هذا المهرجان. هم قاعد يختارون النخبة العربية من العروض تتسابق عشان تأخذ جائزة القاسم، يا الله يطول العمر ويحفظه. نعم، وأيضا هناك ناس تبنوا هذه القضية وهم المجلس الوطني، وهم لهم باع طويل في هذا الموضوع وعريق في هذا الموضوع بترتيب المسألة كلها، فأمية بالمية ما راح يقدمون شيء هين وسهل، بالعكس كانت مسؤولية كبيرة على عاتقهم وهم نجحوا في هذه المهمة، وعلى رأسهم أيضا الأستاذ الدكتور بدردي. ما قصرت أستاذ خالد، كل الشكر وتقدير لك على التواصل معنا في برنامج سلام الكويت والكلمات اللي وجهتها لنا وتعليقك على هذه الدورة المسرح العربي في الكويت للنسخة الثامنة. نعود لنتحدث مرة أخرى عن هذا يعني المهرجان الضخم، المهرجان المسرحي واحتضان دولة الكويت لهذه الدورة المسرحية المهمة. يعني اليوم جاءت المشاركة الكويتية وحصدت هذه الجائزة، يعني ودي أتكلم عن مشاركة الكويت وحصدها لهذه الجائزة ما بين العروض المشاركة، شو اللي ميزها؟ طبعا أحب أن يعني أقدم تحية حقيقة للفنان الكبير والمخرج المبدع حقيقة خالد أمين، وتواصل يعني الليل والنهار ونوصيه، وبالتالي يعني كان حقيقة من المخرجين يعني أقدر أقول أصحاب الرؤية الثاقبة، وأقدم حقيقة بانوراما في حفل الافتتاح والختام دليل على الحقيقة على هذا الإبداع، وهو بالتالي أخذ التسلسل والرصد التاريخي لمسارح الكويت من انبثقت إلى الفترة الحالية. إلى الفترة الحالية. تمام. وحقيقة من خلال منبركم أقدم له التحية وأقول كما قلت أنك أنت تحملت مسؤولياتك حقيقة الوطنية، وكانت عنده مسؤولية يقول أنا يعني ثقيلة، خاصة إذا يعني المهرجان المسرح العربي في دورة الثامنة برعاية كبيرة من صاحب السمو الأمير، وبالتالي حقيقة كان قد لهذه المسؤولية اللي احنا وهي ليس مستغرب حقيقة على خالد أو أي مواطن كويتي في خدمة البلد في أي اتجاه يتجه. مثل ما قلت الكويت قدمت كثير من دعم حقيقة للمسارح. نعم، واليوم المسارح الأهلية هي تحت مظلة المجلس الوطني. المجلس الوطني هو يعني المحرك والمعني صحيح في التجليات الثقافية بعمومياتها، من أهمها المسرح. تمام، وبالتالي احنا يجب أن يعني نعطي حقوق الناس، بالتالي اللي عمل هذا الإنجاز حقيقة هو المسرح الكويتي. تمام دكتور، إذا تسمح لي بس أخذ مداخلة هاتفية مهمة جدا، معنا رئيس مجلس إدارة المسرح الكويتي الأستاذ أحمد سلمان، حياك الله معنا، أنت على الهواء مباشرة في برنامج سلام الكويت. هلا، مساكم مساء عليك. الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك، يعني سعداء بالتواصل معك، واليوم الدكتور بدر دويش متواجد معنا، وحضرتك رئيس مجلس إدارة المسرح الكويتي واللي اليوم فاز بمهرجان يعني مهم جدا دورة المسرح العربي في الكويت 2016، ودي أتكلم عن هذه النقطة. الحمد لله، يعني هذا يمكن إنجاز راح يكون تاريخي في الحركة المسرحية الكويتية. نعم، وإنجاز يمكن أكبر إنجاز حققه الكويت، دولة الكويت حققتها في تاريخها الفني يعني. وهذه الجائزة مهي سهلة، يعني أنت لما تجيب من دول عربية
أفضل عرض في 2015 من تونس، وأفضل عرض من مصر، وأفضل عرض من الجزائر، وأفضل عرض. وطبعا هذول مصفينهم من 430 مسرحية لجانب قعدت صفت لغاية ما وصلوا 15. من ال 15 احنا الثمانية اللي داشين في المسابقة وسبع الهامش. تمام. فالوضع وايد صعب يعني. وأذكر أنا في 3/1/2016 يوم الأحد. نعم. جيت أسلم على الأمين العام الأستاذ علي اليوح أبو سارة وأبارك له بالسنة الجديدة. قلت له ترى احنا داشين منافسة، يعني إذا ما أخذنا الجائزة هذه يمكن بعد ما نحصل عليها بعد فترة. هذه أحسن فرصة وعندنا عمل جدا قوي، عمل يلامس الواقع العربي، الجرح العربي اللي صار هذا كله. ونزلت تحت الدور الثالث وسلمت على الدكتور بدر الدويش ورحب فيني وقال لي كل الدعم. قلت له احنا ترى داشين. قال عفوا عليك يا أبو فهد، اللي تعملون فيه وانتوا اللي تمثلونا. وفعلا حصلنا كل الدعم وكل التشجيع والحمد لله، يعني طلعنا بصورة وايد مشرفة أمام الحركة المسرحية في الوطن العربي. نعم. وأنا كنت دائما في كل لقاءاتي من 10 سنين دائما في المهرجانات اللي كنا نفوز فيها، كنت لما أحتفل في الشباب أقول يا جماعة الحركة المسرحية بخير، الحركة المسرحية بخير. كانوا يقولون الحركة المسرحية الكويتية طاحت ومش عارف إيش. دائما كنت أقول هالجملة أن الحركة المسرحية الكويتية بخير، وإن دام عندنا شباب أقسم بالله راح تشوفون الإنجازات اللي بتصير. وفي 2005 حققنا إنجازات، في 2007 حققنا، لكن هالإنجاز هذا الحمد لله يضاف يعني إلى الحركة المسرحية طبعا. نعم 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 فالحمد لله، ألف الحمد لله، الله يعني وفقنا في العمل، والعمل كان وايد قوي ووايد أشادوا فيه. جواك الله. إحنا كل الشكر والتقدير لك. يعطيك العافية أستاذ أحمد السلمان رئيس مجلس إدارة المسرح الكويتي على التواصل معنا على الهواء مباشرة، وعلى هذا الشعور الجميل اليوم قاعد نتشارك فيه كلنا مع بعض، والجائزة اللي فازوا فيها. يمكن الوقت دكتور يعني يداهمنا بشكل سريع جدا، ما أدري شلون مر معنا، فأترك لك المجال الأخير يعني تنقل للسادة المشاهدين الكلمة الأخيرة في ختام لقائنا معك. طبعا أنا أهني حقيقة قائد مسيرتنا ووالدنا سمو الأمير. نعم. راعي هذا المهرجان بهذه الجائزة القيمة، واللي حقيقة أكدت مدى إبداع المسرح الكويتي، وأن المسرح الكويتي حاضر وموجود، وبالتالي حقيقة يعطينا إشارات وإضاءات وإشعاعات مضيئة للمستقبل إن شاء الله. كذلك أبارك لهذا الفوز لسمو ولي العهد، سمو رئيس مجلس الوزراء، وراعي الثقافة في الكويت ومعالي الشيخ سلمان الحمود الصباح. نعم. اللي حقيقة دائما يتابع يعني بكثافة حقيقة، ويتواصل معنا، وبالتالي يشجعنا احنا كمسؤولين معنيين بالفنون، بدير بالكم على الشباب، دير بالكم على المسرحيين، على الفنانين. وبالتالي احنا حقيقة كذلك نهدي هذا الفوز للشعب الكويتي. وأشكر ومسيه بالخير أخوي أحمد السلمان. نعم. صار حقيقة شرفتونا، ونبارك للجميع، نبارك. بالتالي هذا الفوز هو للمسارح الأهلية في الكويت، يعني ليس فقط المسرح الكويتي، وكذلك للمنظومة العربية. بالتالي احنا جسد واحد كمنظومة عربية، والفوز هو فوز للجميع اخواننا العرب والمهتمين من في المسرح. جواك الله. كل الشكر والتقدير للدكتور بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وتحدثنا عن الحركة المسرحية بدولة الكويت. والحركة المسرحية بدولتنا الحبيبة الكويت هي حركة عريقة مقارنة ببعض الدول القريبة منا، ولله الحمد يعني هذه الجائزة اللي حصلنا عليها جاءت تثبت جدارة المسرح الكويتي مقارنة بأي مسرح عربي، وأنه لا يقل شأنا من خلال القضايا التي يتبناها، وكذلك من خلال النجوم الموجودين ومن خلال النصوص التي تقدم. هذه حلقتنا اليوم في برنامج سلام يا كويت، على أمل أن أراكم بحلقات جديدة تجمعني وإياكم. تصبحون على ألف خير.